صح كده الكلام؟ في الفترة من الريجون اهو، في الريجون من زيرو الى بار، يعني في اس بوزيتيف، ايه اللي هيحصل؟ لو انا حطيت هنا او كان هنا بوزيتيف فولتج، هلاقي ان الدايت ده الانود بتاعه، ده الانود وده كاثود، ده كاثود، ده انود، ده كاثود، ده انود، كاثود انود. انا جايب اربعه دايت شبه بعض، هلاقي عند النقطه دي هنا في طرف الدايت رقم اربعه اللي هو الكاثود بتاعه، وهنا عند الطرف الدايت الاولاني في الانود بتاعه. فلما يكون هنا الانود اكبر من الكاثود، الفي اوت هنا بصفر لسه خلاص، فلاقي ان هنا عند الدايت الاولاني الفي انود اكبر من الفي كاثود، صح كده؟ انا لو ده زيرو بتاعي فلاقي ده بوزيتيف، النقطه دي بوزيتيف، فلاقي ان الفي انود اكبر ها من الفي كاثود، فيكون الدايت الاولاني ايه؟ اون. طب الدايت رقم اربعه ده لا العكس، لو ده صفر ها وده بوزيتيف يبقى الكاثود هو الاكبر، فده هيكون ايه؟ اوف. طب تعال نشوف الدايت رقم ثلاثة. الدايت رقم ثلاثة الكاثود بتاعه زيرو، بس الانود بتاعه ايه؟ بالنيجاتيف، فهيكون الدايت ده اون ولا اوف؟ ده هنا الفي انود ماله؟ ها؟ اصغر من الفي كاثود، فهيكون ده ايه؟ اوف. طب تعال نشوف دايت اثنين. دايت اثنين ده الزيرو وده نيجاتيف، ايه ده؟ ده الفي انود بقى المرة دي اكبر من الفي كاثود. يبقى انا في الفترة دي من صفر الباي لما يكون الـ VS بوست فاليو، فهيكون في عندي تو دايت اللي هي دايت 1 اند دايت 2، هما دول اللي هيكونوا ايه؟ اون. بينما دايت 3 ودايت 4 هيكونوا اوف. يبقى انا النص الاولاني من السايكل اللي هو من زيرو لباي، ايه اللي بيحصل في الدايرة؟ بيكون تو دايت شغالين والتو دايت التانيين منهم مش شغالين. طب تعالى كده نرسم الدايره بقت شكلها ازاي؟ هذا السبلاي اتفقنا ده هيكون اون، لكن ده ايه؟ اوف. هذا المقاومه وده هيكون ايه؟ اوف، بس ده هيكون ايه؟ اون. شايف الكرنت هيمشي ازاي في الدايره؟ لو ده في سبلاي وده ريزيستنس ار، الكرنت هيمشي ازاي؟ تعالى نعمل تريسنج للكرنت. كان طالع من السبلاي اهو، هيمشي كده، ده الدايره مفتوحه، يمشي في السلك ده، يجي فين؟ في المقاومه هنا، يمشي كده، يرجع السبلاي مره كده. يبقى ده مين؟ ده الاوتبوت كارنت. حلو الكلام؟ انا في السايكل الاولاني لما يكون الدايت دي 1 ودي 2 1 ودايت دي 3 ودي 4 اوف، الكارنت هيمشي في الدايره بهذا الشكل. طبعا واضح ان الدايره دي هيكون الفي اوت بتاعي عباره عن ايه؟ هو الفي اس، صح كده؟ في البوست سايكل الاولاني، يعني انا لو جيت رسمت الفي اوت هو هو مين؟ هو هو الفي اس من زيرو لبار، بس في الانترفال دي مين الدايز اللي شغاله هنا؟ دي 1 اند دي 2 اون. حلو. طب تعال نبص بقى على السايكل النيجاتيف. لما السايكل بتاعتي تقلب ريجون 2 لما يكون من باي لتو باي، من باي لتو باي ايه اللي هيحصل؟ السايكل بتاعتي من باي لتو باي الفي اس ايه؟ نيجاتيف، صح كده؟ يعني بدا ده يكون ايه؟ سالب، ده نيجاتيف، ده زيرو زي ما هو خلاص، ده بقى بوست. السايكل بتاعك اللي هي النيجاتيف فوق والبوست تحت، جميل جدا. تعال بص بقى على الدايت هنا، الانود بتاع الدايت الاولاني بقى نيجاتيف والكاثود بتاعه زيرو، فكده الكاثود اكبر من الانود، فيتحول الدايت الاولاني بدل ما هو كان اون بقى ايه؟ بقى اوف. طب الدايت الثاني نفس الكلام، ده زيرو وده بوست، فبقى في كاثود اكبر من الفي ان، فبرضه هيبقى ايه؟ هيبقى اوف. فتحول الدايت دي 1 ودي 2 بدل ما هما كانوا اون في الريجن الاولى هيبقوا ايه؟ اوف. طيب الدايت 3 و4، 4 ده سالب
وهنا زيرو. فبقى الفي ارد اكبر من الفي كاثود، فده يبقى ايه؟ اون. طب وهنا ده بوستيف، الانود بقى بوستيف والكاثود زيرو، فالفي ارد بقى اكبر من الفي كاثود، فيبقى دايل 3 ودايل 4 هيبقوا الاثنين منهم اون. يبقى انا كده دلوقتي في الريجن دي بقى شكل السيركل بتاعتي بقت عامله ازاي؟ تعالى نرسمها كده مع بعض. ده المود الاول مود 1، تعالى نرسم المود 2 كده، مود 2 اهو على السبلاي. لو انا جيت بصيت دايت هنا هو اللي بقى ايه؟ اون، وده بقى اوف. دي المقاومه بتاعتي. دايت ده بقى ايه؟ اون، وده اوف. جميل جدا، هذا الار وده الفي اس. تعال بص كده نعمل تريسنج للكرنت. الكرنت طلع من السبلاي خلاص، هيحصل فيه ايه؟ طلع من السبلاي اهو مش كده خلاص. سوري احنا الكرنت بتاعي نيجاتيف، طالع من النيجاتيف اهو من البوست اللي تحت مش كده. جه هنا ده اوبن، ده ايه؟ مقفول. يطلع كده يحصل ايه؟ ده مفتوح يمشي كده، يطلع هنا على فوق، بعد كده يطلع هنا ينزل على السطح. ده مين؟ ده الاوتبوت بتاعي فين؟ في المود مود 2. يبقى انا كده ده مود 1 وده مود 2. انا يهمني في القصه دي كلها فين؟ بص كده على التيار، التيار هنا ماله؟ داخل كده صح؟ في المود الاولاني. طب الكرنت هنا ماشي ازاي كده؟ ده نفس الاتجاه. معناها ايه الحته دي؟ هي دي القصه بقى بتاعت الريكتيفايرز. ان انا لما خليت التو دايدز اللي هنا دايد 1 دايد 1 دايد 2 هنا اون ودول اوف، الكرنت بتاعي مشي في هذا الاتجاه. ولما قلبتهم في السايكل الثانيه النيجاتيف بدل ما هم كانوا اون بقى اوف، ايه اللي حصل؟ الكرنت مشي برضه هنا في نفس الاتجاه. فانا كده عملت ايه؟ ده انا قلبت السايكل بتاعتي اللي هنا بدل ما كانت من باي لتو باي بالسالب، ده السورس بتاعي هتتقلب تبقى ايه؟ بالموجب. هي دي بقى الهدف من ايه؟ من عمليه الريكتيفيكيشن. يبقى الهدف من الريكتيفايرز بتاعتي هي ايه؟ هي ان انا قلبت السبلاي بتاعي في الريجون من باي لتو بار، بدل ما كانت السبلاي بالسالب بقى الاوتبوت اصلا بايه؟ بالموجب. خلاص؟ فكده انا عملت حاجه اسمها فول ريكتيفيكيشن. لو نرجع للهاف، دايره الهاف ويف اللي كنا رسمناها من شويه، كنا بنقول من باي لتو باي كانت بكام؟ بصفر. خلاص؟ فكنا اسمها هاف ويف. تسميه الفول ويف معناه ان انا خدت سايكل كامله، قلبت السايكل من باي لتو باي بدل ما كانت نيجاتيف كنا بنشيلها خالص، قلبناها بقت ايه؟ بوزيتيف. فادتني مين؟ التو سايكل. خلاص؟ التو سايكل بقوا ايه؟ بقوا اوريدي اكسستنت. فمعنى كده ان الاوتبوت بتاعي بقى عامل ازاي؟ كده. ببساط بت ايه؟ بتتكرر. جميل جدا. طيب انا كده دلوقتي شفت شكل الفي اوت. طب الاي اوت نفس الكلام، عشان هو ريزيست اللود الاي اوت برضو هذا السايكل الاولى، السايكل الثانيه ده الاي اوت شبه مين؟ شبه الفي اوت. طيب لو انا بقى عايز ارسم كمان الفولتج على الدايت، لو انا عايز ارسم الفي على الدايل 1 ودايل 2 في الريجن الاولى، الدايل 1 ودايل 2 كانوا ايه؟ كانوا اون باب زيرو. طيب السايكل الثانيه، السايكل الثانيه تعال كده بص على الفي دايلز بتاعتي، الاقي ان الفي دايل هو الفي اس بس، وهنا بزيرو وهنا الفي اس. طب لو جينا رسمنا بقى الدايلز الثانية، في دايلد 3 وفي دايلد 4، المرة دي عكس، العكس اللي هو مين؟ إن الفي دايلد 3 2 هو نيجاتيف الفي اس، وهنا بزيرو، وهنا نيجاتيف الفي اس، وهنا بزيرو. يبقى أنا كده رسمت الفي دايلد الأول والفي دايلد الثاني. طيب البيك انفرس فولتج على كل الدايلز دي سواء اللي فوق او اللي تحت هي بمين؟ بالفي ان. ده البيك انفرس فولتج ايكوال الايه؟
احسب اي باي 1 واي باي 2. الاي باي 1 هنقسمه هنا كده بجنب. اي باي 1 هو اي باي 2. السايكل من زيرو لباي ايه اللي بيحصل؟ الدايت 1 والدايت 2 شغالين هيمشي فيهم ايه؟ كارنت. بس من باي ل 2 باي اوبن سيركت، وهنا شغال، هنا اوبن سيركت. طب لو عايز ارسم اي دايت 3 واي دايت 4 برضه نفس الكلام، هما في الاول كانوا بزيرو، في الثانيه كانوا بوزيتيف. خلاص؟ يبقى انا كده قدرت ارسم مين؟ ارسم الفي اوت بلس والاي اوت. طيب الحاجه بقى الزياده اللي احنا هنرسمها هنا المره دي هو الاي اس. فين الاي اس؟ ده السبلاي فولتج. تعالى كده نبص على الدايره يا شباب. هو السبلاي بتاعي في اي سايكل من السايكلز هيوقف؟ لا. في السايكل الاولى السبلاي شغال، السبلاي هو ده الاي اس. طب في السايكل الثانية ده الاي اس، ايه ده؟ مرة موجب ومرة سالب، يبقى الاي اس بتاعي او الاي سبلاي بتاعي بقى عامل ازاي؟ هذا تو ريزون بوزيتيف في السايكل الأولى من زيرو الباي، بعد كده نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، فده الاي ايه؟ الاي سبلاي. أنا رسمت كده شوية حاجات كتير، إيه الحاجات اللي إحنا رسمناها كده مع بعض؟ ده السبلاي فولتج، ده الاوتبوت فولتج، ده الاوتبوت كارنت، ده الفي على الدايت 1 و2، ده الفي على الدايت 3 و4، ده الاي دايت 1 و2، ده الاي دايت 3 و4، ده الاي سبلاي. تمام؟ يبقى انا الفكره بس النهارده ان احنا عايزين نتعلم مع بعض ازاي ان احنا نحسب او نفهم قصه الفول ويف ريكتيفاير. خلاص؟ طيب احنا كده في الفول ويف ريكتفاير شفنا رسمه البريدج فول ويف ريكتفاير، عرفنا ان في تو مود اوف اوبريشن، مره في تو دايتس شغالين، مره تو دايتس مش موجودين، ورسمنا منها الويف فورم. ان شاء الله المره الجايه هناخد دايره برضه بتعمل نفس الاوتبوت ويف فورمز دي، خلاص؟ ونحسب منها القوانين. تمام؟ شكرا يا شباب.